Mir. أيوة مين؟ هو يوم زفت من أوله. نعم، عايز إيه؟ أولاً أنا آسف على الشتيمة، ثانياً مبروك، أنا وافقت على العرض بتاعكم. أما إنك بهيمة صحيح، العرض خلاص انتهى، مفيش في نيتو. لا، ما انتهاش، لاني وافقت. يا راجل بجد؟ طب مبروك، روح لهم انت بقى، لاني نويت خلاص اني مشتغلش معاك ولا في البرنامج ولا في المحطة دي اصلا. وادي قاعدة فاكرة الجملة دي؟ فاكرة مين اللي قالها وقعد على السلم يشرب بيرة؟ أنا كمان هعمل كده، بس مش هشرب بيرة، وده لأني غيرك تماما، متربي تربية غيرك، ثقافتي غير ثقافتك، تعليمي غير تعليمك. أنا هشرب ويسكي عشان أستحمل قلة أدبك. امشي من قدام البيت لو سمحت. مش همشي. ليه؟ مش انت كنت بتقول عليا مرة؟ جاي بقى ليه لواحدة مرة؟ لا لو سمحتي، خليكي دقيقة، انا قلت انت حتى مش عارفة تبقي مرة. طب المرة بقى هي اللي بتعتذر وهي اللي بترجع في كلامها. عندك حق، انا فعلا زي ما قلتي كده، انا غلطان، المفروض كنت اسيبك في القسم تتبهدلي وتقعدي مع امثالك وزمايلك من بتوع الاداب والمخدرات، كان زمانه دلوقتي بيغتصبوكي على الاقل 45 واحد. مش عارف يا رب انا عملت ايه في دنيتي، كل ما اعمل حاجه كويسه اخد خازوق تركي عجب. اتفوع على معرفتك. حمزة استنى يا حمزة. ما تستنى، الحقني احسن. عشان قلة ادبك. حمزة خاف يا عطية. ايدي وبر رقبتك. ركبتي. ايدك ولا ركبتك؟ ضرسي بيوجعني. ايه ده؟ وقعت على ضرسك؟ وحياة امك لا اجيبهم لك يعملوا لك محضر هنا في البيت. طب انت وصيت عليهم ازاي في الاسره؟ يعني وصيت عليا انا ازاي في الاسره؟ انت وقعت على لسانك تقريبا مش ضرسك. قلت لك ضرس. فاكره الضابط اللي كان بيحقق معاكي في الاسم؟ اسمه ايه؟ مش فاكره طبعا. حازم، كان اسمه حازم. حازم ايه؟ ليه، وانا هناسبه ولا حاجه؟ بطلي قلة ادب. يعني ايه حازم ايه؟ اسمه مش فاكره، يعني هفتكر ازاي؟ يعني هعمل عنه محضر؟ خلاص، حازم عثمان البسيوني. يا سلام. ابن اخويا. يا راجل. يا مرة. ده ايه علاقته بموضوعي؟ مش فاهمه برضه. تعليم مجاني. طبعا انا مش عارف انت ازاي بتشتغلي بروديوسر بجد. انت مش فاكره وانت قاعده معاه دخل عسكري قال له قريبك الباشا عايز يقابلك؟ تصدق خرج وسابني فعلا ولطعني في المكتب. قريبك ده على فكره ليه ذوق. اخرسي، انا بقى سمعتك وانت بتترجيه جوه فخرج، سالته قال لي ايوه، وقال لي اسمك، قلت له طيب سيبها بس شد ودنها شويه. عشان كده لطعك ساعتين في المكتب مش عارفه تعملي حاجه. يعني انت السبب اللي خليته يلطعني في المكتب ساعتين؟ ده قليل الذوق، وانت كمان وصيته على كده. تصدقني انت واطيه، المفروض كان سنتين. واطيه؟ انا اسف. ولا يهمك.
بس والله العظيم والله العظيم الحشيش ده مش بتاعي، والله العظيم انا ما بكدبش. ولا بتكدبي وانا مالي، انت بس صعبت عليا. المهم رتبي لي ميعاد مع الناس اللي عندك في المكتب عشان اجي املي العقد. طب وانت ايه اللي خلاك بقى توافق على البرنامج؟ محتاج فلوس. يعني ايه بقى محتاج فلوس ازاي يعني؟ ايه ده؟ ايه السؤال ده؟ ايه اللي خلاك توافق محتاج فلوس؟ الحوار خلص. حوار ايه اللي خلص؟ ده انا جيت لك البيت ما شاء الله اللهم احفظنا خمسة وخميسة، البيت يا اخويا مليان تحف وانتيكات ودوار وسلالم فوق وسلالم تحت، وتقولي محتاج فلوس. وبعدين عشان يكون في علمك، مش معنى انك توافق على البرنامج انك تكون محتاج فلوس. افهمها لك بقى، مش انا البروديوسر، افهمها لك، لازم تكون بتحب البرنامج. لا لا لا، انت مفيش دعوه بحب البرنامج ما بحبش البرنامج، انا قلت لك انا هشتغل عشان ايه، وانا قلت لك من الاول انت تقابلي زمايلك البهايم وتقعدوا في اي زريبه خلاص، وتحددوا لي ميعاد عشان اجي. طبعا مش هقعد معاكم في الزريبه، مكان محترم يعني، اجي امضي العقد خلاص. اه بس مش معنى كده برضو انك تيجي تكسر الباب عليا وتقول لي هقعد لك بره واشرب لك ازازه ويسكي. ايوه ما انت جيتي عندي قبل كده وقعدتي تشربي بيره. وطي صوتك، انت هتفضحني. المهم تليفوني معاكي، تكلميني بكره تقولي لي على الميعاد، ومش هريحك واقول لك انا عايز فلوس في ايه، لان انا بصراحه شايف السؤال في عين امك هتتجنني عشان تقولي لي كده. امي بتسلم عليك. عامله ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. اطفي دي. انا مش فاتحه البيت زريبه عشان حضرتك تيجي ترمي سجايرك هنا. يا جمزة اديله يا حمزة ويا حمزة. صباح الخير. صباح الخير. انت بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجة، ده شوية شغل، كنت بخلص شوية شغل. انت لسه بتتفرج على الافلام دي؟ انت حيوان وما عندكش دم ولا احساس. دي انا عشان عندي دم واحساس لازم اتفرج على الحاجات دي، وانت منع نفسك عني وانا جبت اخري. ده انت خليتيني اعمل حاجات ما عملتهاش من سنه. طب ما انا منع نفسي عنك ليه؟ ما هو من القرف اللي انت بتعمله ده. عايزه مني ايه دلوقتي؟ عايزك ما تقربش مني، اوعى تلمسني بعد كده. احنا هنستهبل. حياتك بقت تقرف، كل يوم سهر وصحاب وسفر، ايه؟ ولا كانك متجوز يا اخي. لا يا شيخ، وانت عيل كله تمام، انت كل يوم مع اصحابك. بهرب. مش عايزه اشوف القرف ده. انت ما بتحسيش؟ عايزه انام معاكي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي. انت ليه منعتي نفسك عني وما خليتنيش المسك؟ يا شيخ حرام عليكي. اتكلم براحتك. غيره وسايبالك البيت. بستين داهية ويكون في معلومك، أنا مش بس هتفرج، أنا هروح أجيب واحدة تعمل لي اللي أنا عايزه. اعمل اللي أنت عايزه يا سيف. تتفرج. تعمل. الاتنين واحد. أوه. أنا زهقت من طريقتكم ومن طريقة كلامكم ومن العيشة كلها. نكد كل يوم كل يوم نكد. إيه ده؟ نكد ولا معجونة بنكد؟ ايه ده القرف ده؟ يخرب بيت. انت فين يا ابني؟ لقيتك في النشا ما بتساليش، قلت اعمل باصلي واسال انا. مطحونه يا عصام، شغل ومشاكل. مشاكل؟ خير في ايه؟ لا عادي، حاجات مع اصحابي. بس انت عارفني بقى، احب اسمع واحب اتكلم قوي. هو حد عارفك غيري؟ طب ايه؟ طب ايه انت؟ بس انا عندي شغل الظهر. احنا مش محتاجين الوقت ده كله، مش صح؟ صح. طب يلا. صباح الخير. صباح النور. ايه ايه ده كله؟ محتاجه توقع عليهم كلهم. طب ماشي،
حطيهم هنا، حمضيهم واقول لك. بس ارجوك بسرعه يا استاذه. انت تؤمري؟ لا العفو يا استاذه، بس فعلا الورق ده متاخر. في حاجه تاني. ايه؟ جاي لك على الميل انفيتيشن لمعرض اسمه انيوجوال، هيتعمل الاسبوع الجاي ونازل فيه كل الناس اللي ممكن تتخيلي. فعلا كل الناس؟ هم عاوزيننا معاه. طب ماشي، حطيه هنا هشوفه واقولك. اوكي، بس ارجوك يا استاذه ما تنسيش الورق. ما تيجي تمضيهم انتي؟ حضرتك لو اتاخرتي فعلا همضيهم مكانك. وما انا هوديكي في داهيه. لا لا. شركة وعندي شغل كتير جدا. انت فتحتي الميل؟ ليه، في ايه؟ لا مفيش، انا بس كنت بعت لك عرض اسعار. عرض اسعار؟ طب هخلي البنت اللي عندي تشوفه. لا لا لا، ده انا بعته لك على البرايفت ميل بتاعك. برايفت ميل؟ طيب ماشي، هشوفه واقول لك لما افضح. طب بس على طول بقى لو سمحت ضروري. ليه، في ايه؟ في حاجة مهمة يعني؟ طيب حاضر. مش هستناك يا حقيقة. مش عارفة اقول لك ايه. على ايه؟ الحقيقة الاولى بتقول انك ما تستعجلش، والحقيقة التانية بتقول انك مزعج جدا ولحوح بالزيادة، والحقيقة التالتة بتقول اني مبسوطة جدا باللي بتعمله، والحقيقة الرابعة بتقول ان مفيش عرض اسعار ولا حاجة. هتخلصي امتى؟ مش عارفة، أنا بجد عندي شغل كتير. طيب هستناكي. ماشي، باي. سارة ما بتردش. طب ازاي؟ صباح الفل. مع الطلاق؟ لا 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 خالص، انا كان عندي كام ميعاد كده وبعد الظهر فاضي. في حاجه؟ نو، كنت بفكر نتقابل بس اتس اوكي. نتقابل طبعا. تحبي امتى؟ مش انت بتقول ان عندك اجتماع يا فندم؟ المواعيد اتاجلت لبعد الظهر. يلا نتقابل. يلا. الو، صباح الخير يا شريف. انت فين يا بنتي؟ ده انا قلت جرى لك حاجه. بقول لك ايه، انا عايز اخد منك ميعاد النهارده. بصي انت مش محتاجه تيجي عشان تعتذري، ما فيش بينا الكلام ده، مفيش مشاكل. وبعدين انا كمان كام شهر هيكون عندي برنامج تاني ان شاء الله هكلمك. طب يا شريف ممكن تجهزي عقد؟ بس احنا متفقين مش هقدر امسكك البرنامج الا لما يكون في حمزه. يبقى بقى خليهم للاسف عقدين عشان حمزه جاي معايا. يا بنتي عملتيها ازاي دي؟ وقبل المهله. طب وبجد وافق؟
ازاي؟ عايز افهم ازاي؟ عشان تعرف بس ان انت معاك بروديوسر شاطره. طب اقفلي بقى عشان ارتب مع المحامي. اقفل فين بس؟ ما تديني ميعاد اجيلك امتى؟ هاتيه وتعالي. طب بما انك هتقابل محامي يبقى المره بقى يا ريت تجهز العقد بتاعي. واه على فكره انت عارف كويس جدا انا كنت باخد كام في البرنامج اللي فات. ايوه طبعا. طب طالما عارف بقى يبقى اضربهم في اتنين. لا يا ايه، انا مفيش بروديوسر عندي بياخد كده. انا مش اي بروديوسر على فكره. مش هينفع. خساره للاسف مفيش حمزه كده. تعالي ايه طيب وهنتكلم. لا ما هو من دلوقتي تقولي اه ولا لا. اوكي يا ايه، بس ما ينفعش حد يعرف الكلام ده خالص. ماشي يلا مسافة السكة عادي يا حمزة وجيلك. باي. يس يس برافو برافو يا ايه. مين بقى؟ زوزو 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 بيشا. لا ابوس ايدك رد، مش وقتك خالص. تعدي عليا امتى؟ في حد يرد على التليفون يقول له هتعدي عليا امتى؟ ثانيا انت عرفت منين انا بكلمك؟ وبعدين مفيش صباح الخير. هقفل السكه دلوقتي، قول الميعاد. لا خلاص. الساعه كام دلوقتي؟ استنى. بعد ساعتين بالظبط هكون عندك تحت البيت. هنزل كمان ساعتين، لو ما كنتيش موجوده ما تحاوليش تكلميني تاني. خلاص خلاص. ساعتين بالظبط هكون تحت البيت، ما تخافش. ايه القرف اللي انت عاملاه ده؟ ايه اللي كله في الانكلايز والزباله دي؟ انت واقفل بقى باي باي عشان ما تاخرش عليك. يلا باي. يس يس يس. صباح الخير. ايه شفت عفريت؟ لا اكتر من عفريت شويه. ليه كده بس؟ اكيد دي مش صدفه طبعا. حبيبتي انا مرتضى، اي دبه نمله عايز اعرفها بعرفها. اه بتراقبني يعني؟ لا لا لا، انا كنت براقبك، كنت مسافره بره، لكن من ساعه ما جيتي مصر خلاص انا مطمن عليكي. طب يلا هور من هنا. ليه كده بس؟ انت حيوان، كرهت كل حاجه بتفكرني بيها. ايه اللي حصل عشان ده كله؟ هو احنا مش اتطلقنا؟ لا انت ضحكت عليا والله. اه واخدت فلوسي. المؤخر ده حق. خدي كل حاجة بس ارجعي لي. لا خد انت المؤخر وحل عني. مش عايزه، خليهولك. ما انا عايز ايه؟ لازم ترجعي لي بأي شكل. انسى. طب انا هدي لك وقت تفكري، وبعد كده انا قادر ان اجيبك لحد عندي وتتمني ان ارجع لك. ايه هتعمل ايه يعني؟ اللي بيعمل ما بيقولش، واللي بيقول ما بيعملش. سلام. ايوه يا ماما. انت فين؟ انا رايح المكتب. لا تعالى لي على مكتبي. لسه انا عندي شغل. بقول لك عايزك ضروري، لف وتعالى. طب في حاجه طيب؟ ايوه. طب بابا كويس طيب ولا ايه؟ ايوه كويس، بس تعالى لي، ممكن تيجي على البول؟ حاضر يا ماما حاضر. الجماعه البهايم اللي احنا رايحين لهم دول هيوافقوا على اللي انا عايزه؟ اكيد طبعا، بس برضه لازم تطلب بالمعقول. وبعدين انت بتقول عليهم بهايم ورايح تقابلهم ازاي؟ بصراحه مش قادر اصدق الناس ممكن تشوفني كل يوم وما تسرقش. يعني انت مش مقتنع؟ رايح ليه بقى؟ انت غنيت الاغنيه الزباله دي ليه؟ اغنيه زباله هعملها ليه يعني؟ اكيد عشان الفلوس. طب ما انت شاطره وبتجاوبي. اللي انت صحيح ما قلتليش انت عرفت موضوع الكليب ده ازاي؟ كل ما اقول عليكي تفهمي وترجعي تثبتي لي انك عندي غباء مستشري بجميع اجزاء جسمك. مش انت قلتي لحازم؟ حازم مين؟ ابن اخويا. اه 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 هو قال خلاص كل اسبوع تمام. انا رايي تلف وترجعي تاني.
ليه كده؟ وانت رجعت في كلامك ولا ايه؟ حسبي حسبي. ايه وانت بتخاف ولا ايه يا معالي السفير؟ اكتر حاجتين بكرههم في اي مره غبائها، وده ما شاء الله مستشري عندك جدا، والحاجه الثانيه. والحاجه الثانيه سوائتها. الحاجه الثانيه ايه؟ سوائتها. ما انا قلت لك. اه صحيح، معلش انا مركزه في السواقه. شايف المطبات؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن تبطل كلمه مرة عشان بقيت بتستفزني قوي. ده بس عشان انت غبيه. طب تحب اقلب دلوقتي بيك عشان ترتاح؟ حاسبي. يوه مساء الفل. مساء الفل. ايه النظام؟ عربية ولا شقة؟ واحنا برضو بتوع عربيات. وعلى العموم دي بكام ودي بكام؟ عربية 200 والشقة اضرب في 200. بص مش هنختلف، مش هنقعد نتكلم في الشارع، اركبي واللي انت عايزاه هديهولك. وحشة نديم. وانت كمان يا امجد، كل سنة وانت طيب. طيب تشرب ايه؟ جوافة. ماشي اوكي. مين جوافة؟ ها ناوية تعملي ايه النهاردة؟ النهاردة اول ذكرى لوفاة جوزي، هروح افطر عند مامته. ربنا معاكي. ميرسي. وانت هتعمل ايه النهارده؟ كالعاده زي كل سنه، انا ومرات وابني بنروح نفطر بالليل عند ماما، بس قبلها بنروح الكنيسه، بس ما بنروحش برضو. زي ما انت ما اتغيرتش، برضو كنت تقف بره الكنيسه وما تدخلش. لا بس دلوقتي بتدخل. انا لازم اخرج على طول. شكرا. انت عارفه ما بحبش الزحمة. ما بتحبش ايه كمان؟ لا ما بحبش حاجات كتير يعني. نيفين وانا ممكن اسألك سؤال؟ اه طبعا اتفضل. وانت ليه يعني رفضت تتجوزيني؟ ايه السؤال ده؟ بص هو مش وقته، بس بصراحة انا ما كنتش حاساك يا امجد، ما كنتش حاسه ان انت عايز تشيل مسؤوليه وتفتح بيت. لا يا نفين، انت اللي كنت فاهماني غلط. انا مش فاهمه اصلا ايه لازمه السؤال ده دلوقتي. لازمته ان انا لسه بحبك يا نفين. ايه المضحك بقى؟ انت فاهم حاجه؟ عشان انا مش فاهمه. اول عيد يعدي عليا بدون جوزي، ده انا لسه لابسه الاسود، المفروض اروح لمامته اقول لها ايه؟ تعيشي وتفتكري ولا كل سنه وانت طيب؟ انا اسف. خلاص بقى حاجه كلام، معلش. خلاص يا امجد مفيش حاجه. طب يا استاذ مش لما نخلص؟ مش خايفه ما ادهملكيش بعد ما نخلص؟ انا بعرف الراجل من عينيه، وبعدين هو انت فاكرني يعني بركب مع اي حد؟ الشارع دلوقتي بقى خطر قوي. وانت عمرك ما اتمسكتي يا شيخ؟ فلا الله ولا فالك، حرام عليك، ده انا عندي عيلين وامي. اخواتك الصغيرين؟ لا اتنين من جوزي. يا نهار اسود، انت متجوزه كمان؟ طبعا. وهو عارف يعني انك؟ عارف، وعارف كمان ان احنا محتاجين فلوس اكتر. بس على فكرة أنا عمري ما خنته يا شيخ. أمال أنت بتعملي إيه دلوقتي؟
لمؤاخذة أنا هبقى معاك كمان شوية، بس عمري ما هكون معاك زي وأنا مع أبو أحمد، أصل أنا بحبه أوي أبو أحمد. بس هنعمل إيه بقى؟ ما باليد حيلة. أنت ما بتحسيش بأي حاجة مع أي حد؟ بعمل نفسي إني حاسة، بس أنا. اسمك إيه؟ نوال. طب يا نوال، أنت خدتي فلوسك صح؟ أيوه. ممكن تمشي. لا يا أستاذ، بس أنا 3 دقايق هدخل الحمام وهكون جاهزة. ستي خلاص خلاص، خدي فلوسك وامشي. ما تقلقش، أنا هكون معاك كويسة. لا كويسة ولا وحشة، خدي الفلوس وامشي. لا، أنا ما تعودتش أخد فلوس حرام، ما عملتش بيهم حاجة. يا ستي ما تعتبرهمش فلوس حرام، أنا متبرع بيهم. على الأقل تقضي اليوم النهاردة مع أبو أحمد. طيب، عايز نعمل لك حاجة قبل ما أمشي؟ ولا أي حاجة. اتفضلي خدي فلوسك وامشي. مين ده؟ أقدم لك أم أحمد. آه، قول بقى كده يا أستاذ. وهي دي بقى أحسن مني في إيه إن شاء الله؟ مين؟ نوال بتاعت شارع الحجاز. وأنت بقى منين؟ من أي منطقة يعني؟ طب يلا غوري من هنا يا بت. يلا. ما أنا غلطانة إن أنا بخش بيوت مش محترمة. لا بجد بجد مش قادر اصدقك. والله يا انجي ما تفهميش غلط، القعده كلها كانت على ابو احمد، ما حصلش حاجه. هو ده اللي اتفقنا عليه امبارح. اعمل ايه يا انجي؟ اعمل ايه من النقل اللي انا عايش فيه؟ هديك بقت نكاليه جدا. لا اكيد بتهزر بتهزر صح؟ ما انا بعد كده هعاملك كانك انسان مش طبيعي على فكره. ليه مش طبيعي ليه؟ اي راجل مهتم بالمواضيع دي، مش مهتم بس، دي ممكن تبقى اهم حاجه في حياته. ايه اللي عاجبك فيها اصلا؟ مالها؟ دي مش انا الحجاز، حاجه نظيفه محترمه. سبت مرتضى عشان كان خاين، عشان كانت عينه فارغه. قصدك ايه انجي؟ ان انا خاين؟ اه خاين طبعا. لا طبعا مش خاين. انت ليه مش قادره تصدقي ان انا ما عملتش اي حاجه والبنت دي مشت من غير حتى ما المسها؟ هو انت فاهم ان الخيانه النوم مع واحده؟ لا يا عم سيف، الخيانه دي ممكن انك تبص بس لواحده معديه كده. انا قدام ربنا ما عملتش اي حاجه حرام، وعمري ما نمت مع واحده غير هديل. لا 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 لا، افصل علاقتك بربنا خالص والحلال والحرام وحسابه ليك، وعلاقتك بمراتك. مراتك دي بشر زيك، ممكن تزعل لو بس بصيت لكلبه معديه. ايه المشكله فيكم كلكم؟ كل رجاله زي بعض، مش قادرين تفهموا تركيبه الست عامله ازاي. انت كبرتي قوي يا انجي للاسف. طب اضحكك، البنت دي مشيت خدت، ما كانتش قادره تاخد فلوس، بتقول عليها فلوس حرام. اه عندها مبدا، حتى لو غلط مش عامله زي ناس. خلاص بقى يا انجي، انت مالك بقيتي عامله زي امي كده؟ انا تقول لي نوال بتاعت الحجاز ومش عارف يعني، انا مثلا ايه انجي بتاعت البطل احمد بقى صح؟ انا كنت هموت بالضحك، بس حلو البطل احمد بتاع زين. مرتضى جاي لي النهارده. عارف منين كده؟ مش عارف، بس جه وهددني كمان. هددك بايه؟ مش عارفه ممكن يبقى ماسك عليا ايه عشان يكلمني بالطريقه دي. وهتعملي ايه؟ في ايه؟ يعني عموما في حياتك. مرتضى مش عارفه، بس عموما هشتغل، هرجع اكتب. قررتي خلاص؟ اه نفسي اعمل كده من زمان قوي. وهتكتبي ايه؟ لا في حاجات كتير قوي يعني لسه ما حددتش. اوه سيف وهانر، احب اعرفكم انا وزميلتي في الشغل جايين بس نعمل ميتنج كده برايفت هنا، و10 دقايق وهنمشي على طول. يا استاذ ما انا قلت لك هو نفس المكان، بيوت مش محترمه. ايه ده؟ ايه ده؟ محسن خد ام احمد واطلع بره. ام احمد؟ هو بصراحه انا كنت طالع على السلم المفروض انها اروى، النور قطع رجعت اجيبها طلعت ام احمد. طب يا ام احمد بقى تعالى انا وانت ندور على اروى. حبيبتي اتفضلي يا ام احمد. على فكره الحساب خالص. يا راجل. نوال بتاعت الحجاز. مفيش فن، كلكم زي بعض. زي بعض بجد. اوكي ان شاء الله. سلام. لا بقى انا عندي شغل، والحقيقه بتقول ان مفيش ميعاد ما بيني وبينك. لا ما انا مش هعطلك يا سيدي. عطلني انت بقى، لك مكان عندي ودي حقيقه. هبه انت تعرفي حد اسمه كريم الزغبي؟ اه كريم كان معايا في الجامعه. كمل لو سمحت. لا كملي انت. ما انا ما كملتش للاسف. كريم يبقى ابن انتيمة ماما طنط كوثر. تمام، من فضلك يا طارق امشي. ايوه بس انا عايز اتكلم.
وانا مش عايزه اسمع. طب اريحك. ايوه انا ابويا المعلم عبد الرازق اللي ابتدى من لا شيء، وامي ست فلاحه ومش متعلمه، بس في عينيا احسن من ناس كتيره جواهم ناقص. هبه انت مكبره الموضوع، انا حقنه امي بيكي. عارفه الديجافو؟ انا المشهد ده اتكرر نفسه معايا مع كريم. تقنع مامتك بايه؟ باني كويسه وغنيه ومش مشكله امي وابويا، واتعامل معاهم وانا حاسه اني مكسوره ومحدش يحس بيا؟ انا ما ضحكتش عليك، انا قلت لك خلينا اصحاب، كنت هعرفك على اهلي في الوقت المناسب. انت ليه ما قلتليش من الاول؟ لاني مش شايفه حاجه تتقال او ما تتقالش. انا لا ابويا كان حرامي ولا امي مسجونه في قضيه اداب. انا اسمي هبه عبد الرازق، اسمي شرفني وشرف اي حد انه يناسب ابويا. اديكي قلتيها اهو، لازم يشبهه، واحنا الاثنين مش شبه بعض. انت سافل. هو فعلا ابوك ما يطولش يشبه ابويا؟ ناس حقيره ما بتحركهاش غير المظاهر والشكل بس. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معلش بقى بلدي جدا، اطلع بره يا طارق، واعرف ان حتى الصداقه ما بيننا مش هتكون موجوده. الو انت فين؟ انا عندي شغل، عايزه اشوفك حالا. اوكي عدي عليا بالليل. هو في حاجه ولا ايه؟ شكلها كده حاجه حلوه. اه قوي. طب يلا باي. يا حمدي بيه، ميرسي يا فندم. تمام يا باشا. اوكي اوكي خلاص هوصل. مع السلامة. مع السلامة. مبروك يا حمزة بيه. حمدي بيه وافق على المبلغ. معلش أنا اتفاقي بيبقى بخصوص شكلي ومضمون البرنامج، إنما الماديات دي لازم أرجع فيها لحمدي بيه. أنا واخد بالي. في حاجة تانية. الست دي تاخد اللي طلبته. آية تؤمر. أنا خلاص وافقت لك على المبلغ. ميرسي يا شريف، بس ممكن يعني العقود عشان نمضيها؟ أوكي ده بيحصل دلوقتي من غير ما تقولي يعني. انا كلمتهم هما بيجهزوا عقود دلوقتي. ميرسي. ايوه بس انا عندي مشكله صغيره، انا مش هقدر امضي العقد، لازم الاول المحامي يطلع عليه. طب يا باشا ما ينفعش حضرتك تكلمه يجي هنا هو يشوفه هنا؟ معلش احنا مستعجلين قوي. والله هحاول. اديني تليفونك. ايوه بهجت. انا حفظ البسيوني، انت في حد بيكلمك غيري؟ ايوه بهجت. انا عايزك تجيلي دلوقتي المحطه. ايوه مدينه الانتاج الاعلامي. هتقول لهم على الباب حمزه البسيوني، هيقولوا لك مين حمزه البسيوني؟ ما نعرفش حد. تكلمني انا ابعت لك حد. انا متشكر بسرعه. تمام يا باشا. هستاذنكم بقى، انا هقوم اخليهم يجهزوا عقود واجيكم على طول. فكرة المبلغ اللي انت طلبته ده ما كانوش المفروض يوافقوا عليه، لان ده اجر مذيع مشهور في برنامج توك شو. ده خطير وانا مش مصدقك. اللي عايز يضحى مش هتبطل الالفاظ دي. على فكره انا ممكن اخليهم يمشوكي، اقول لهم انا مش عايز المرة دي. مرة؟ يس. مش هتبطل ولا مقطع لك لسانك. تمام العود بتجهز وهنكون هناك دلوقتي حالا، بس انا كمان عايز ادي حضرتك فرصه كده انك تتعرف على رئيس تحرير الفقره بتاعتك الاستاذ رؤوف، وبالنسبه لسناء هتبقى هي المسؤوله عن رئيس تحرير البرنامج كله. مبدئيا انا مش عاوز رئيس تحرير لانه دميه، انا هعمل كل حاجه. ايوه بس لازم يكون في حد بينسق ما بين حضرتك وما بين فقرات البرنامج الثانيه. ايوه ما انا هنسق مع المرة دي اللي انت قلت لي من شويه اسمها مدام سناء اعتقد. مبدئيا يا حمزه بيه المرة دي تبقى مراتي. طب ويا انا ما غلطتش في حاجه، كلمه المراه دي مش عيب، الا لو انت عايزني اقول لك المراه، يبقى انا هنسق مع المراه اللي اسمها سناء. معلش يا شيف، هي كلمه مراه دي عادي يعني عند الاستاذ حمزه؟ عادي عادي خالص. اه
مع انك انت مش مره خالص.